قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. جلستي خليك مركزة معايا مدام شريفة. انت عمرك ما حكيتي لي على ظروف الولادة ديال ولادك، سورتو ديال ولدك صالح اللي كان هو السبب ديال المشاكل. الولادة ديال ولادي بجوج كانت عادية في الحقيقة، غير صالح اللي تولد برجلاته ماشي مقادين. فاش كنت في السبيطار انا جالسة وجات عندي الفرملية وجابتو لي، وداك الساعة حسيت بالولد بلي شي حاجة ماشي هي هذيك فيه. لا شريفة بقيتي شوية على سلامتك. زاد عندك واحد الوليد غزال. بسم الله. سبحان الله العظيم، بوحدكم اللي ولدتوا الولاد، العائلات كلهم تزادوا عندهم البنات اليوم. سبحان الله العظيم. غير للشريفة بغيت غير نقول لك هاد الوليد مسكين راه تزادت عنده واحد المشكلة. الحق ما تخليهاش، مشكلة بسيطة، غير هو رجلاته شوية ناقصين. الحق هاد الشيء راه يتعالج مع شوية ديال التمارين والعناية يولي لاباس. شنو غادي تسميه؟ اش غتسمي هاد الوليد؟ حيت دابا حنا عندنا بنيته وتفهمت انا وراجلي الا ساهل ربي وجا وليد غنسميوه صلاح. صلاح اسميه زوينه، صلاح. ايوا الله يصلحك ويصلحو ويصلحنا كاملين. ايوا خليتك على خير. الو سي مراد، هذا اللي معايا ياك؟ انا زبيده الممرضه اللي قابلت مراتك حوريه. بغيت غير نخبرك بلي راه تزادت عندك بنت. لاباس عليها، وهاد المره البنت راه عاشت. يا سيدي نبوسها ونبوس حتى امها. بالسلامه. بلاتي داكشي اللي اتفقنا عليه الله يخليك، الفلوس نبغيهم كاش، سمعتي؟ فوق الطبلة كاش، ولا راه البنت غادي نردها لماليها. الوقت راه مازال تحت يدينا. ايوا هكاك، الله يهنيك. بسلامة. حيدنا هاد الخدمة من هاد السيرفيس. بسم الله. أنت يا لالا. بسم الله. ها هو وليد كامل ومكمول. صحيح فصيح. تبارك الله. إيوا ما تكوني ليا غير على خاطرك. إيوا ناشطة دابا. إيوا سانتي يا زبيدة، ما تكوني غير على خاطرك. غادي نتهلا فيكم مزيان.
ايوا الله يخليه لك. قولي ليا اش غادي تسميه؟ ايوا لالا غادي نسميه المهدي، هداه لي الله وانا غادي نهدي لي كل ما كان ملك. ايوا لالا مباركم سعود. ايوا تهلاي فيك. انا مشيت. شي غيتضرب ليا في الصيره. شكون هاد العلاقه موجوده؟ بابا ما عمرك ما هدرتي معنا بهذه الطريقه. ايوا جا الوقت باش تعرفوا الحقيقه كلكم. بحالاش ما فهمنا والو. طبيعه الحال غادي صعب عليا باش نفهمكم، ولكن اللي خصكم تعرف السي المالي بلي امكم فضلت تخليكم بعاد بعاد على الحقيقة بحال باكم باش نكونوا حنا جميع آخر من يعلم. اسمح لي الوليد، انت بقيتي ساكت مدة طويلة ودابا من هضرتي راه صعب علينا باش نفهموك. ولهذا انا غادي نفهمكم باش كل واحد يعرف مكانته في الأسرة وفي الشركة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كتعرفوا السي عمر المستشار القانوني ديال الشركة. قبل ما تبدلوا امكم، ولكن ميا غترجع لمجاريها ان شاء الله، ولهذا ابتداء من اليوم راني قررت شكون هو اللي غادي يمشي هاد الشركة باش تقبض الطريق ديالها الصحيح. كاين عبد ربي وكاين نتوما. وماما شفتك حيتيها من الحساب. ماماكم محتاجة للرعاية الصحية والعناية، واللي خصكم تعملوا من أجلها وطلبوا لها الله يقعد وسادها وتوقف على رجليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تي مالاش فيها؟ ولد عمك من لحمك ودمك وما غدلقيش محسن منه، والوحيد الوحيد في العائلة اللي بقى فيه المحنة ورحمة الله. نهار العيد يدق بابنا ويكبر بينا ويشقر مع هذا ويضحك مع هذا ويسول فينا. واه عباد الله وخير فهموني، انا راه ما قلتش لا. هكاك نبغيك يا بنتي الله يرضي عليك. وما قلتش ايه. كيف سبب ما قلتش؟ اش هادي لهادي ما قلتش ايه؟ حيت هاد الهضره ماشي وقتها دابا، وقال لك ناس زمان ما يحس بالمزود غير اللي مضروب به. ومال هادي ماشي وقتها درك مالها؟ ها ولا ولفتي تمشي للمدينه تخدمي في الديور وترسي على عباد الله وتاكلي شياطتهم؟ وابا وابا حنيني فهمني شي، انا والله ما بيا الخدمه باش نمشي للمدينه. انا راه بيا ديك المصيبه الكحله اللي طاحت ليا على دماغي. كشتي دابا ديك الكاسيطه اللي تهضرات ليا؟ مال هاد الكاسيطه؟ مالها؟ فيها الاسرار ديال ماني الدار اللي كنت خدامه عندهم. واش من اسرار؟ اسرار خطيره. هاي 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 اسرار خطيره. الله يا بنيتي الله تيش جابة عندي هاد الأسرار؟ وانتم اللي عرفات المصيب كلها واقعة. اش جابك عندي؟ عطيني اتساع بنيتي، عطيني اتساع. خرجي عليا، خرجي دابا وبالزربة. هاي غادة ومخليها لك مخدرة. خويا ما واش طابة نوض خرجوا ما واش طابة حتى تقع البحر بحي فيها. جلس انت في حالاتك في الغادي فين؟ ولكن الوالد احنا مولفين الوالدة تكون مكلفة بكل شيء، ودابا من عطيتينا هاد المسؤولية راه صعيبة علينا وما مستعديش ليها. انا لما كنت في السن ديالك اسست هاد الشركه من صفر، وهاد العز اللي نتوما عايشين فيه راه بمجهودي وشقايا، ولهذا راني بغيت نزرع لي هاد الحمل ونقوم بالواجب اللي كيملي عليا ضميري. عندك الحق سيد الحاج، انا متفق معاك 100%. هاد الشيء اللي قلتي خصو يكون. بالنسبة للمسألة اللي شار لها الوالد ديالكم، أنا في نظري خصكم تقبلوها بصدر رحب، لأن في الأول والأخير باباكم كيقلب على مصلحتكم وما فيها باس إلا تعاونتوا معاه. لهذا راه كنا معنيين ومسؤولين باش إلا قدر الله وخص شي واحد فينا ما توقفش يسس فينا.
هذا معنيته ان ماما ما بقى عندها حتى شي دور في هذه الشركه. جاب لي الله بحال اللي غادي نورثوها وهي حيه. ابدا انا ولدي ماشي هذا هو المقصود من كلام الحاج، وانما الحاله الصحيه ديال الوالده ديالكم شفاها الله ما بقاتش كتسمح ليها باي نوع من المسؤوليه، ولهذا خصكم حتى نتوما تحزموا وتبينوا شويه على شطارتكم وتخليوها هي تشوف صحتها. انا في نظري وماما موافقه بعدا. سمحوا لي سمحوا لي الله يخليكم، الوالده ديالي كنعرفها مزيان وما يمكنلاش توافق على هادشي اللي كتفكروا فيه. طبيعه الحال موافقه ومستعده تمضي جميع المستندات. طيب هذه هضره كلها زايده، اللي خصك تعملها السي عمر هو توجد لنا داك الوثائق اللي خصهم يتمضوا للتوقيع وفي اقرب وقت ممكن الله يخليك، وانتم غادي تمشيو معايا باش تعرفوا المهام ديالكم في الشركه. يلا ها الزويره راهي عليك هادشي اللي كديري فيه. ماني اجرت اجرت صبح على الله عاوتاني. شوفي الطفله صيفطناها باش تخدم في الديور وترس على عباد الله باش هي تبقى هانيه، وهي تبقى هانيه مسكينه جات طلع علينا وتواسينا وتشوف حالتنا كي دايره داخل لها هاد الحاله. سكينه مالا جيت تشوفنا ولا توحشاتنا؟ راه دايره زبطتها وجيت تسرعدنا، وانا راه ماشي حمقه باش نجري عليها مضربه. لا لا زهره صبري معاها حتى تمشي، وديك الساعه نعاد كيفاش ناخذ حقوق ولادي. ايوا شلا اش في الهم ما يتقسم، ياك ما كتعني على هاد قبر الحياه، هادي راه ارض المخزن. لا لا راه بيا انا باش هي ساكنه، راه الوراق سميتي انا. شوفي نهار نموت وندرك عليك والله لا خلوك دخلتي فيها هنا. واقول لراسك انت اللي كدير الحسابات الخاويه وقاس كتجمع. تبارك الله وصلى على النبي، قال لك الناس تخلي الورث وانت مخلي ليا الورثه. هزو صافي معاها تمشي، وليك ساعه من نبقاو انا وياك غنعرف اش غندير لك. او عندك غير مني يتعراو الكتاف وتولي فك بوتفتاف. هاي 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 اخوتي شتك جايه وجايبه الكميه. دخلي بنيتي دخلي ما عندكمش فيها، دخلوا مرحبا بكم. ومرت عمي يعطيك العمه. اشنو؟ ما قلت والو. ومرت عمي الدرية راه جايه تجمع حويجاتها وتمشي للمدينه. انت علاش غتمشي للمدينه؟ انت شكون اللي زرع منها؟ انت دار والدي دار دارنا هادي، ما كاينش اللي غيخرجنا من هنايا. ايوا تحل لك الفم صويلح، انت تا وليتي تتهضر وقدامي انا صويلح. نور نور وليدي تا ولد عمك بدلو ساعه اخرى، هاد خيتنا هادي راه باغا طيح علينا هنا شي باطل. نور 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 يلاه تبعني تبعني. تبعيهم حتتي تبعيهم اخوتي تبعيهم، ما بقيتش بغيت نحمل فيكم الشعره، ما بقيتش باغي نشوف كماتكم، عطوني اتساع سيدي عطوني. شوفي نقول لك واحد الحاجه، شتي مرت با ياك ولك عليا الثقه، واخا تغلطي فيها انا ما غاديش ندير راسي فيك ونغلط فيك ولا نحافيك. عرفتي علاش؟ على وجه هاد العزيز، حيت هو الا ما كان كيسوى عندك تي والو انا راه كيسوى عندي الدنيا وما فيها. الله يرضي عليك بنيتي انت حنينه وصباره بحال امك الله يرحمها. الله يرحم القبر ما خلى الله يرحمها مسكينه بالليله. الاحتمال وارد بحال ولا يكون هو حل هاد اللغز، ما عرفناش علاش ما فكرناش فيه نهار الاول. عرفتي شنو خليك معاها انت دابا؟ خليك مراقباها، انا غنمشي نشوف هذيك المريضه عايشه اللي قالت لك مدام شريفه شافت راجلها معاها لا يكون كلامها بالصح. وعلى هاد القبال شريفه ما بقاتش دايره تبهله، يمكن جالسه هنا عيب سبب الخوف ومخبيه من راجلها. شوفي كتبان عليها في كامل الوعي ديالها صاحبتي. داكشي اللي بالي حتى انا وحريره هادي كيما كيقولوا. محريره ما والو، مي جو كخوا كو سي دو مون دوفوار دو فير انكور دي ريغيرش بلو بروفوند اي بلو سيريوز. اش من واجب عليك ا دكتوره وفاء الله يخليك، ومابقيتش عارفك واش طبيبه نفسانيه ولا مفتشه شرطه ولا محلله اجتماعيه. والله دابا فسري لي شنو بغيت تكوني. ودابا قولي لي انت ملي كتكوني غادا في الطريق وسايقه لا فواطور ديالك ما كتشوفيش قدامك وراك وفي جنابك؟ هو سي لا ميم شوز بور مون طرافاي. لا لا ما تقلقيش عندك الحق. لا 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 لا
كيف تلزيم عندي يا ربيع؟ شو ليها؟ الحمد لله. وانت ولي أيوب كيف كتحس؟ شو ليها؟ الحمد لله الحمد لله على سلامتكم الحمد لله. عبدو نعم فين هي ماما؟ مامك موجودة هي غير هنا يا. دينا من هنا عمي. من بعد أنا غادي أرجع عنديكم من بعد ما نقول لماماكم باللي انتوا بخير وعلى خير ونجيبها معايا ونديكم كاملين واخا. وبابا اش خبارك؟ بابا كاولدي ما مقصحش شويه ومقصح ولكن انا خليت الاطباء كيديروا ليه الدواء وكيديروا ليه الفاصمه ويمكن حتى ولا لا يجي يشوفكم. بقى معنا عمي عبدو. انا غادي نبقى معكم ولكن غادي نمشي عند ماماكم لان هي مشوشه عليكم. غادي نمشي نطمئنها ونجيبها معايا وعاد نمشيو كاملين واخا. على سلامتكم. على سلامتك بنتي يا بابا على سلامتك. الحمد لله الحمد لله. ولادي بغيت ولادي دكتوره. على فين مولادك لاله؟ شنو وقع لهم؟ خطفهم لي راجلي وزاد الغدار قليل النيه عدو الله. الله كتعرفي انا على كلمه وحده علاش تاخرت في الزواج ديالي؟ كلمه الاخلاص. وانت لا تعرفي لا اخلاص ولا وفاء يا دكتوره وفاء. انت عارف بأني انا كنت دائما مخلصه لك وانا هي الوفاء بعينه وانا عييت من هذه الصفه ديالك. انت خاينه انت شي مرة في الدنيا اللي تجي لهنا وما يكون سببها هو راجلها. وفين هو راجلك لالا؟ ما عرفتش فين هرب. علاش كون جابك عندنا هنا للسبيطار؟ واحد سيد الله يكثر خيره. واش كتعرفيه ولا غير تلاقيتيه؟ شكون راجلي؟ على كاين شي وحده ما كتعرفش راجلها؟ لا انا ما كنهضرش لك على راجلك. انا كنهضر على السيد اللي جابك هنا لعندنا لهاد السبيطار. قلت للناس ليك كثر خيره ويقوي من تالو. قلت للناس كديري ها اش كديري؟ دفنت واحد الحجاب على العين. قال لي مشطره شي الوالده راه الف مره قلت لك ما تبقايش معمره قلبك بهاد الخزعبيلات هادو. وعمري قلبك بالله سبحانه وتعالى وسيري تغضاي وصلي لك جوج ركعات وطلبي الله هو اللي غادي يعاونك. ياك ما عاوتاني داك الزعيم هو اللي جاب لك هاد التخربيق هذا. وهاد الزعيم انا شفتو انا غير ولا غير معمر الدار داخل خارج. على ولا قدك الزعيم؟ قول خالي الزعيم هاكا حاف. الزعيم ماشي خالي. اي نعم كان خوك امي. اويلي واش تحماقيتي؟ راه كبرت انا وياه في دار وحده. راه امو ملي ماتت الله يرحمها اللي ربي امي انا ملي ماتت الله يرحمها راه امو هو اللي كبرتني ورباتني انا وخوتي. الزعيم كان باه خماس عن جدي الله يرحمه وكتب ليه حصه من الورد ماشي ولده. والزعيم محصوب براني وراه ماشي من الصواب. الوالده نبقى نلقى عندك هنا في الدار. دابا انت اللي غادي توريني الصواب من ماشي من الصواب ياك؟ الوالده راه حرام في الدين تبقاو بوحدكم. راه كلما اختلى رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما الوالده. لا 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 تشكات ليا ما تولي كتدخل وكتخرج بالهضره. اش هاد التصرفات؟ هاي 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 مكملها ومجملها كتهضر معايا انا بهذه الطريقه. تسنطي الوالده الله يجازيك بخير راه ما قلت حتى شي كلمه ديال العيب ولا اللي كيقول كلمه ديال الحق ولا ما مزيانش في هذا الوقت. اش من حق؟ الحق اش من حق؟ راه انا اللي امك انا اللي كبرتك وربيتك ورديتك راجل ولا صافي تقادوا لك تافيك. لا حول ولا قوه.
قوه الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله. الوالده، الوالده ديال الحاجه كبري وقع لنا هاد الوريقه ديال مرحبا. سلام مرحبا. لا غير دير جهدك هاك. يلا ما يجعلوا بالشفاء، زيد عافين هنا. عاودي لي مشهد اخر عاوتاني هنايا في هاد الوريقه. الله يشافي ويعافي. وليداتي، ها ميد وليدي، هاد فرحت وارتحيت وتهنيت، بقات لي حاجه وحده ولدي. يا ربي تخلي عمري تنشوف ولدي عريس ومجوجا بيدي وبنيتي. واخا كنحس ساعتي قرب. الله يطول لنا في عمرك يا ماما، صحي ان شاء الله وتخرجي من هنا. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا خليك ممكن تفضلوا شويه على برا. واخا لا لا تفضلوا، خليو الطبيبه تعمل شغالها. حاجه شويه الحمد لله شويه. C'est la moindre des choses. Le régime.